جاء مسلم علي وعرفني على نفسه، هو أمريكي من جنسية عربية ما شاء الله. فيقول أنا ولدت هنا وترعت هنا، لكن يقول من سن 15 جنحت في الإجرام. الله أكبر، لا حول. يقول من سن 15 يقول جنحت في الإجرام وصرت مع عصابات ومعروفة شيكاغو عادة أي معروف وبضعها. يقول فجنحت مع العصابات ومع يقول وتدرجت حتى أصبحت رئيس عصابة. طبعا عندهم مناصب هنا. يقول لما صرت رئيس عصابة يقول طبعا حياة العصابات كلها حياة إجرام، قتل سلب نهب. يقول فجعل الله عز وجل جمع الشرطة وقبضوا علينا، فلم قبضوا علينا يقول دخلوا السجن حكموا علي 15 سنة السجن. يقول أم دخلت السجن يقول أنا العربي الوحيد فيهم، يقول في وأنا يقول المسلم الوحيد أسلم. يقول العربي الوحيد مسلم، الباقي يقول في مسلمين لكن يقول ما هم عرب. يقول يوم دروا أني موجود في السجن وأن في موجود في السجن عربي، يقول فرحوا كثير المسلمين اللي السجناء. يا سلام. يقول فجوني يقول أنا لك علي الصلاة صلي وخلي الله يتوب. أي الله يتوب علينا ويغفر الذنوب. يقول طب يقال يجوني قال جوني يقول رمضان مقبل علينا. يقول يجوني قال أنت الآن عربي ومسلم وتعرف القرآن لازم تصلي لنا. يقول يا والله عمر يوم حرجت قالوا لازم تصلي. الله أنت مسلم وعربي وتعرف القرآن لازم تصلي لنا. يقول فبديت أصلي بهم. يقول كنت أصلي في البداية مجامل لهم، يقول بعدها بدت الهداية تدخل في قلبي. يقول فرمضان مقبل، يقول طبعا ما في مصاحف ولا ما أعرف إلا يقول من الصور إلا القصار. يقول فرمضان مقبل يقول فرحت الإدارة يقول الآن إحنا عددنا السجناء المسلمين يقول يفوق 50. لا إله إلا الله. يقول فلنا حق أن نطالب بمكان لنا للعبادة ولنا حق أن نطالب في برنامج لنا خاص. ما شاء الله. أي يقول فطالبنا، يقول فلبوا طلبنا وراسلنا المركز الإسلامي في واشنطن، يقول وارسلونا مصاحف وارسلونا كتب. يقول جاتنا المصاحف وجاتنا الكتب. يقول فرحوا كثير المسلمين، يقول صار لنا كيان الآن في داخل السجن. نعم. يقول طبعا السجن أغلبه حقين إجرام وحقين، لكن يقول سبحان الله العظيم هدايتي يعني غيرت منحاي وغيرت اتجاهي. كان اتجاهي من أول أدور المشاكل دورة. لا إله إلا الله. إيه. ويقول أول ما شفتهم حول 50 مسلمين قلت بس هذول يعني جيش كامل لنا في، لكن يقول سبحان الله هدايتي غيرت اتجاهي. يقول فبدينا نسوي درس قرآن. يقول أنا أبويا رباني على القرآن، ولكن يقول بسبب المجالس بسبب المجالس الشباب البيئة الفاسدة غيرتني. فيقول جينا في السجن يقولوا طالبنا ولبوا طلباتنا وحطونا مكان للعبادة. يقول بدأ نصلي، يقول بدأ الحمد لله يتغير، يقول بدأ يتأثرون السجناء منا. يا سلام. يقول فتدرجنا من 50 إلى حتى وصلنا تقريبا 150 تقريبا. يقول أسلموا حول 100. ما شاء الله. إيه يقول أسلموا حول 100 بس. يقول حنا ما عندنا يعني ذاك الدعوة اللي لهم، لكن يقول يشوفون الأخلاق ويشوفون طبعا المعامل يشوفون. يقولوا أسلم وصلني يقول 150. يقول خلال الفترة هذه هجل سجن خيرة. أي والله. يقول هو يوم يحكي لي يقول سجن خيرة. سبحان الله. هو يقول سجن خيرة ويتكلم عن حياته. يقول فسبحان الله العظيم يقول هم يراقبون سلوك السجناء. يقول الآن لي 5 سنوات. يقول فلما شافوا لي 5 سنوات ما حصل عندي أي مشكلة في السجن قالوا خلاص أنت الآن يعني تعتبر سلوكك طيب، ف يعني نشوف المحكمة أنها تلمس المحكمة أنها تعفو عنك. ما شاء الله. عن 10 الباقية.
قالوا يرفعون للمحكمة، قالوا المحكمة تشوف سجلي خلال الخمس سنوات هذه وله سجل نظيف ما في أي مشاكل لا مع رجال الأمن ولا مع السجناء. ما شاء الله. يقول خلاص هذا يطلق سراحه. بالعنصر فعال أيه. ونافع. قال واطلع طلع. قالوا الحمد لله كل سبب هدايتي. يقول بعدها صرت رجل صالح. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. فحقيقة يعني يقول على المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. الله سلام. إيه نعم. يقول قل لي من تصاحب أقول لك إيش من أنت. ذلك الصاحب مثل ما يقول ابو صالح دائم الصاحب ايش ساحب ساحب. الله اكبر. هذه حقيقه قصه يعني لها اثر. يا سلام يا سلام. الله هذه من الاشياء. أنا. والقصص الجميله ابو نايف لا شك يكفي انها واقعيه.